إلى أن صارت الحرب مال العراق بال2003. استشهدوا أخواتي 2 اللي هم سجى وسهى الله يرحمهم. فسجى كانت أكبر مني وسهى أصغر مني. هنا الوالدة تعبت كثير، يعني خبر وفاتهم كان بالنسبة لنا صدمة، تألمنا كثير. إنه بليلة ويوم تحس 2 من بيتك من عائلتك، خصوصا البنات، يعني البنات كانوا حيل قريبات من عندي. كم كان عمرك؟ أنا تقريبا 15 سنة. وكيف شهد اللي عمره 15 قدرت تتأقلم ولا تتعامل مع موقف شي يوم تشوفين الأم تنهد؟ تو الوالد متوفي من كم سنة، ومرة واحدة الأختين اللي أنت عموما تشوفينهم ما بيرجعون البيت، ما بيرجعون ينامون في هالبيت، ما بيرجعون تكلمينهم. وايد صعب على حد عمره 15 سنة يستوعب هذا. صعبة. أكثر شي فاقدته بحياتي الأخت وصديقة. أتمنى تكون عندي أخت وصديقة. يعني أنا لو جايبتني والدتي وأني ما عندي خوات كان الموضوع أسهل، بس إنك تعيش ببيت وعندك خوات وفجأة ينفقدون، هذه صعبة. الأخت دائما تكون قريبة من أختها. أنا انحرمت من هذا الشيء. يعني تمنيت بيوم من الأيام إن تصير لي مشكلة أو إني يصير عندي ظرف أقول عندي أخت أروح أشكي لها مثلا. صعب الموضوع أنس، كلش صعب. يعني أنا من فقدت خواتي كلش انكسرت وأني إلى الآن أتمنى تكون عندي صديقة أو أخت تفهمني، لأنه علاقة الأخت غير، الأخت وجودها بالبيت غير. لذلك كان الموضوع متعب بالنسبة لي. أنا مفتقدة شيء اسمه أخت، مفتقدة وجودهم، سؤالفهم، ضحكاتهم. صح ربي عوضني ببتي، بس سجى وسهى ما ينسون أنس أبدا. الفقد يوجع، مؤلم جدا، وأنا أخاف منه. إذا تسألني أكثر شيء شنو تخافين منه، أقول لك الفقد. ما أستوعبه ولا أقدر أواجه مخاوفي هيك موقف. ترى على فكرة أنس، الموت يؤذي الأحياء ما يؤذي الأموات. يعني إحنا اللي نتأذى أكثر، موجع الفقد يؤذي. الأخت دامت قريبة. يعني ثمانية أيام من الأيام المشكلة أو صار عندي ضرر، أقول عندي أروح أشكيها.